أويها ومحمد عريس أويها أويها وياسمين عروسته أويها وجوزناهم في دير ياسين أويها وأحلى عرس عرسه أنا اسمي محمد مدحت سعدي عبد العال أنا عمري 23 سنة أنا خطبت أنا وياسمين بشهر 7 كنا مخططين إنه نتجوز أنا من لما خطبت قررت إن أنا أتجوز في شقة فجهزتها ورتبتها في بداية الحرب هي راحت الشقة وراحت كل الدار ورا دار العيلة كلها فما ضلش مكان نروح فيه وإحنا الآن في مدرسة إيواء فقررنا إنه إحنا نتجوز فيه أنا اسمي ياسمين نازحة من شارع النخل من غزة إحنا بلشنا إنه نجهز جهزنا شوية أواعي وراد إحنا كنا مقررين إنه نطلع عمرة ما كناش بدنا نعمل الفرح يعني كانت هي كنا إحنا مقررين إنه نطلع عمرة وكان هذا حلمنا بس راحت الدار وما عرفناش ولا نطلع عمرة ولا نبني ومع الأتراح ربما تكون بعض الأفراح فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج نحن نجتمع على شرف عائلة عبد العال بمناسبة عقد قران وزواج محمد مدحت عبد العال على ياسمين عبد العزيز عبد العال التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم وأن يجمع بينهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهما في خير. الناس يعني كلها محزونة وحتى لو بعد سنة سنتين كتير ناس أهلنا كتير استشهدوا متصوبين دورنا راحت أغلب العيلة يعني حتى الجيران والأهل والأصحاب فالكل محزون يعني فقلنا يعني اليوم ولا بعد 3 سنين الكل حيكون حزين فقررنا نزوجهم في المدرسة وخلص ليش الصعب كان نفسنا نعمل أحلى عرس أنا بدي أعمل لك أحلى صالة أنا بدي أعمل لك أحلى عرس بدي أعمل أحلى غدا بس الظروف طبعاً لا تسمح يعني إنه بالوقت هذا في المدرسة في منه الحزين وفي بس والله كلهم يعني حرام دعمونا نفسياً ومعنوياً وصاروا يعني الكل فرحان لي ومبروك يا مضياء وكذا أنا كنت بتمنى إن أنا أتجوز زي أي شاب غزاوي أتجوز في صالة وأعمل فرح كامل وكنت بتمنى إن أنا أرجع من فرحة على شدة اللي أنا تعبت فيها واتجوزت فيها وتحطت كل ما أملك فيها فطبعا هي راحت الشقة والله أعلم إن إحنا حنروح وقتيش فقررنا إن إحنا نتجوزها وكنا في كل لحظة نتمنى إنها تخلص الحرب. نحن بنوجه رسالة للعالم إنه بكفي يعني إحنا تعبنا كثير.